الظروف ديالنا شي كتشوفي الحراره مرتفعه بزاف، واحد يومين هادي ما بين 46 حتى 45 درجه، ونشي كتشوفي الحاله ديالنا حنا خدامين وسط حنا السيمانه وحنا هنايا في هذه الخدمه هذه. راه ما كنرجعش حتى حنا نمشيو نعسو في دارنا ولا شي جرده ولا هكا، ولكن الظروف راه اللي رجعتنا نخدموا بحال هكا، ما كرهناش حتى حنا نمشيو نقراو بحال الدراري. راه في وجده مرتفعه جدا، وحنا هادو صحاب الموقف راه حنا نطلبوا يكون عندنا شي حق شويه مع المسؤولين ويلتجعوا لنا يراعيوا لنا، راه حنا ضايعين في الحقيقه. راه الانسان يبكر من 6 الصباح حتى للمغرب ما يصور والو، كاين لي سيمانه جوج ما عندهاش درهم. نطلبوا من المسؤولين يشوفوا الحال هاد المساكين ويراعيوا لهم على هاد الحراره المفرطه بحال هاد الوقت وفي الشتاء، ويديروا لهم غطاء فين يكونوا. ظروف ما عندنا ما غادي احنا نديروا، هذا الشيء اللي احنا راهم يشوفوا فينا والمسؤولين راهم يشوفوا، راه واحد عايش وواحد ضايع. اللهم هذا منكر.